أهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة مرورية توعوية بعنوان سلامتنا مسؤوليتك، حيث تسلط من خلالها الضوء على حوادث حافلات نقل المسافرين التي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا. وأفاد بيان للمديرية أنه حرصا منها على سلامة المسافرين ومستخدمي الطريق، أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني ملصقات ومطويات تتضمن جملة من النصائح والإرشادات تسلم لسائقي الحافلات من طرف عناصر الشرطة بهدف تذكيرهم بالتدابير اللازمة لسلامة الركاب ومستعملي الطريق. في الأردن، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ناصر جودة حرص الأردن على تفعيل العمل المشترك في الإطار العربي والإقليمي وتعزيز آليات الحوار والتنسيق حيال مختلف القضايا الإقليمية لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية مستقبل شعوبها. جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان الأردني أمس برئاسة العين سمير الرفاعي مع جودة، حيث تبادلت معه الآراء والأفكار حول الأوضاع والمتغيرات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. في سوريا، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن فصائل المعارضة تمكنت من الدخول إلى بلدة بصر الشام بمحافظة درعا من عدة محاور وسيطرت على نقاط مهمة، كما تمكنت من قتل عدد من قوات النظام بينهم ضابط إيراني. ونقل تقرير إخباري اليوم الاثنين عن المعارضة السورية قولها إن التقدم الذي أحرزته فصائلها المقاتلة على الجبهة الجنوبية الشرقية لريف درعا يعد عملية نوعية، مضيفة أن المعارك العنيفة مستمرة بعد أن كان النظام قد استخدم تعزيزاته العسكرية واللوجستية على تلك الجبهة. في العراق، قصفت طائرات التحالف الدولي المناهض لداعش مساء أمس الأحد مقرات للتنظيم الإرهابي في عدد من أحياء مدينة سنجار بمحافظة نينوي شمال غرب العراق. وقال مصدر عسكري كردي إن طائرات التحالف استهدفت اليوم مقرات التنظيم داخل مدينة سنجار بثمان غارات ألحقت أضرارا فادحة في الأرواح ومعدات وسيارات التنظيم العسكرية، مشيرة إلى أن القصف جاء في أعقاب هجوم نفذه مسلحو التنظيم اليوم على قوة البشمركة الكردية في سنجار من عدة محاور. نهاية الموجز، في أمان الله.